عارف بلي غبرت شحال هادي ما درت حتى شي فيديو في اليوتيوب وفي الانستغرام وفي الفيسبوك. كيكون بزاف ديال الظروف هما اللي ما كيخليوكش تستمر في داك الريتم اللي كتكون موالفو. كيكون بزاف ديال الاولويات كتركز على الواقع اكثر من المواقع. بلاصه ما تانفيستي الوقت ديالك باش تهز كاميرا وتبدا تصور وتمونتي وتجلس حدا بيسي او لا تمونتي بالتليفون ديالك، كيبقاو دائما الضروريات والاساسيات هما اللي كيخليوك تبعد شويه من السوشيال ميديا والانترنت بصفه عامه. في بعض المرات ملي ما كتستمرش في واحد الريتم اللي كيكون منتظم، هادشي ما كيعنيش انك حبستي. واخا بالنسبه للالغوريثم ديال اليوتيوب ملي كتحبس واحد المده ما كتلونسيش الفيديوهات في اليوتيوب، ما كيخليهاش في داك النيفو اللي كانت فيه في الاول ديال التفاعل وما كتطلعش للناس بزاف. ولكن ملي كترجع عاوتاني واحد المده وكتستمر في واحد النظام وكدير فيديوهات كل يومين او لا ثلاثه مرات في السيمانه ولا على حسب انت والبروغرام ديالك والوقت ديالك. هادشي كامل الناس كاملهم ما تعرفوش هادشي، كيعرفوا باللي انت اغبرتي من الاخر يقولوا لك هبرتي خصك تبان. وهذا علاش غادي نستمروا ان شاء الله وغادي نوصلوا لحاجات اللي هما زوينين بغض النظر على بزاف ديال الظروف. واخا كنكونوا كنتقاتلوا على بزاف ديال الحاجات في الواقع، يعني كتمشي كتخدم كتدبر على راسك كتضرب دمال بزاف ديال الحاجات، ولكن غادي نستمروا دائما في الفيديوهات. كل مره غادي نحاول نحط فيديوهات الخلفيه اللي مورايا هي الدليل على انني نبقى دائما مستمر في اليوتيوب وما نحبش. المهم الاساس هو الواحد يستمر، وان شاء الله جايين فيديوهات. نتلاقاو في فيديو جاي وما تنساوش لايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع الدراري في فيسبوك وفي اي بلاتفورم قادرين انكم تبارطاجيو هذا الفيديو. وما تنساوش دائما تشجيعات ولي لايك ولي كومونتير، وان شاء الله جاي الخير. نتلاقاو في فيديو جاي وما تمشيش بعيد وكونوا على القرص، والسلام عليكم.